شاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يمكن متابعين معاكم طبعا خلال هذه الرحلة سفر فريق النادي الأهلي إلى الإمارات لمواجهة فريق الفجيرة الإماراتي، يمكن احتفالا بمرور 50 عام على إنشاء هذا النادي العريق، احتفالا باليوبيل الذهبي. وخلال سفر فريق النادي الأهلي بتبقى هناك فرص عظيمة لعدد من اللاعبين، خاصة المتصاعدين طبعا من قطاع الناشئين للمشاركة مع الفريق الأول في هذه المباريات الودية، وبتبقى فرصة عظيمة لعدد من هؤلاء اللاعبين لإثبات الوجود والتواجد مع الفريق الأول خلال الفترة القادمة. معي في هذه اللحظات 2 من نجوم فريق النادي الاهلي في قطاع الناشئين، واللي بالتاكيد وجودهم مع الفريق الاول فرصه طيبه ليهم للمشاركه في هذه المباراه الوديه امام فريق الفجيره. معي في هذه اللحظات كابتن رمضان محمد مصطفى على يميني، وهو حارس فريق النادي الاهلي مواليد 99، وعلى يساري كابتن كريم يحيى مدافع فريق النادي الاهلي مواليد 98، واللي بيلعب مع فريق 97 اللي بيقوده الكابتن مدحت اسماعيل. رمضان، يعني استاذنك ابدا بالاكبر سنا، ابدا بكريم. كريم، برحب بيك على شاشه قناه الاهلي، وبالتاكيد يعني عايز اعرف احساسك في هذه المرحله وانت مسافر مع الفريق في مباراه وديه امام فريق الفجيره الاماراتي، وانت تصعدت قبل كده ايام ما جريده، لكن فرصه سنحت ليك تاني يكون موجود مع الفريق الاول لاثبات الوجود. تمام، طبعا بشكرك طبعا على المقدمه دي، ويعني طبعا دي فرصه كويسه قوي من كابتن حسام بدري وكابتن احمد ايوب، ان هم يعني الحمد لله اختاروني ان انا اسافر معاهم سفريه المباراه الوديه بتاعه الفجيره، فان شاء الله يعني تبقى خير يعني ان شاء الله وربنا يكرم يعني. طيب، صعدت قبل كده مع كان جريدو اعتقد في الفتره السابقه وشاركت، شايف الفرصه المره دي بتتوحك ليك للمره الثانيه، شايفها ازاي وتبقى فرصه جيده ليك في مباراه وديه امام فريق الناس كلها بتتفرج عليه؟ اه طبعا، يا فرصه كويسه، انا صعدت مع مستر جريدو قبل كده ومستر باسيرو والحمد لله طبعا دلوقتي مع كابتن حسام، ودي فرصه كويسه جدا يعني للواحد ان هو يثبت نفسه تاني قدام كابتن حسام وكابتن احمد والجهاز الفني يعني. يمكن بعد احتراف احمد حجازي ورامي ربيعه يمكن تعرض لاصابه خلال الفتره الاخيره، نتمنى له السلامه يا رب ان شاء الله، لكن المركز ده تحديدا خط الدفاع فرصه ان الاهلي يعني يلاقي لعيب من قطاع الناشئين، هتبقى حاجه ايجابيه. المساله دي بيفكروا فيها ازاي؟ وكمان انت بتشارك دايما مع فريق 97 اللي هو فريق الشباب اللي بيصعد دايما للدرجه الاولى. تمام، انا مثلا بلعب باك رايت وسيرد باك يعني في المكانين، فالكابتن طبعا بيطلبوا مني بعمله، العب في المكان ده العب في المكان ده، فطبعا تحت امر الجهاز الفني في اي مكان يعني. فرصه ليك ما تتعوضش. ايوه طبعا، يعني فرصه كويسه جدا يعني، وان شاء الله وخير يعني، ربنا كاتبه، الواحد هو اللي هيشوفه، والواحد بيجتهد وكل حاجه ومسيبه على ربنا يعني. وقت ما بلغوك بقى بالسفر مع الفريق الامارات وممكن تصعدت تدريب او تدريبتين مع الفريق. تمام، طبعا كابتن سعيد احمد بلغني وكابتن مدحت اسماعيل المدرب بتاعنا كلموني يعني، قالوا لي ان انا ابقى متواجد معاهم في السفريه ان شاء الله. مع 97 الدنيا اخبارها ايه في القطاع تحت وفي المباريات الناشئين والدوري؟ لا تمام يعني، الحمد لله يعني ماشيين، يعني الحمد لله ماشيين بخطوه كويسه، ولينا ماتشين مؤجلين مع الزمالك والاتحاد السكندري، ان شاء الله نكسبهم نبقى اول يعني باذن الله، والحمد لله يعني كويسين يعني الحمد لله. مين اللاعب اللي بتحبه في مركزك او انت شايفه مثلا اعلى نفسك تبقى زيه مثلا؟ كابتن احمد فتحي طبعا. كان احمد فتحي، كان كابتن وائل جمعه، فسواء في المكانين يعني في الاثنين كان كنت بحب لعبهم قوي يعني. خد بالك فتحي برضه سيرد باك. مش مشكله، يبقى سيرد باك وكرايت. بس هما يعني في مصر يعني الاثنين دول الكباتن دول طبعا مثل الاعلى يعني. انت لما تصعدت الفريق الاول شفت بقى الكابتن حسام غالي الكابتن واللعيبه الكبيره، لما في لعيبه صغيره داخله مع الفريق الاول بيبقى الاجتماعات والدنيا تبقى عامله ازاي معاكم؟ لا طبعا كابتن حسام وحسام غالي يعني واللعيبه الكبار بيحسوا ان مفيش فرق بيننا وبينهم، بيتكلموا معانا، يشد حيلك دي فرصه كويسه كده، بيتكلموا معانا ما بنحسش ان هو يعني معانا نجم كبير ويتكلم معانا بطريقه تانية، لا بيكون يعني قريب مننا وبيكلمنا ودايما بيحفزنا يعني. من المشاركه ان شاء الله توصل بشكل ايجابي باذن الله يا كريم. ان شاء الله طبعا يعني باذن الله، فرصة كويسة يعني إن شاء الله، وربنا يكرمني يعني. إن شاء الله، بالتوفيق يا كريم. إن شاء الله، ربنا يخليك يا محمد. طيب، نكمل معاكم في اللقاء.